نشرت الفنانة المغربية نزهة الركراكي والدة السوبر ستار سعد المجرد صورة حديثة عبر حسابها الخاص على الفيسبوك ظهرت من خلاها إلى جانب لمعلم أمام الكعبة الشريفة خلال تأديتهما مناسك العمرة. كما نشرت الركراكي صورة أخرى ظهرت من خلالها وهي في الفندق حيث تقيم وخلفها الحرم المكي وهي الصور التي جرى تداولها بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. انتشار هذه الصور الحديثة لام لمجرد ووالدته لاقى استحسانا كبيرا من قبل عدد كبير من المتابعين الذين سألوا الله لهما قبول هذا العمل.